صباح الخير نرمين. يسعد صباحك رشا، كيفك اليوم؟ انا كثير منيح الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. كيف يا رب. حلب؟ حلب بتجنن هي واحلى، بس بارده يعني هون يا محلى برد الشام وحد برد حلب. يعني انت اكيد كان لك تجربه فيها يعني نرمين، وبتعرفي يعني اليوم بهاي الاجواء بهذا الشهر كيف عم تكون، ولكن في اجواء ميلاديه حلوه بحلب. صحيح، حلب دائما حلوه يعني باهلها وبناسها يمكن هلا شوي برودات، ما كثير صح لكم تفتلوا بحلب وكان ضغط شغل والوقت كان ضيق. على كلين يعني كانت ان شاء الله هيك رحله خلينا نقول موفقه يعني، وقدرنا من خلالها نوصل الصوره الواقعيه كيف عم تعيش حلب يوم التحرير والانتصار وايضا الاجواء الميلاديه. بدي ارجع صبح عليك نيرلي. يسعد لي صباحك رشا، وصباح الخير لكل مشاهدي الاخباريه السوريه. يوم جديد ونهار جديده، ان شاء الله يا رب يكون مكلل بالخير والرزق وراحه البال، ودائما السوريين يكونوا بالف الف خير. فقراتنا لليوم وضيوفنا من مجالات مختلفه رح نبلش نتعرف عليهم تباعا، ولكن خلونا نروح لفاصل اغنيه وبنرجع. أكيد نرمين اليوم سحرة عيد الميلاد، وبكرة حيكون عيد ميلاد السيد المسيح. إن شاء الله هيك دائما نحن متمنى بهذا الشهر بولادة رسول المحبة والسلام أنه يكون شهر خلاص لكل السوريين بتغيير الأوضاع، وتكون هيك الأمور أفضل يعني نبلش على السنة الجديدة بطاقة أحلى وانفراجات على كافة الأصعدة. فخلوا اليوم دعواتنا واحدة يعني خلونا نروح للشيء الإيجابي أكيد يعني. فبداية فقراتنا وقبل ما نروح لأول ضيفنا خلونا نروح لمعلومات بهل تعلم ممكن نكون عارفة أو لا، خلونا نشوف مع بعض. هل تعلم بأن بعض الأشخاص يأكلون كثيراً ولا يزداد وزنهم أبداً؟ والسبب أنهم يملكون أجساماً مهيئة بتمثيل غذاء بيولوجي أكثر كفاءة مقارنة بغيرهم؟ وهل تعلم بأن سماع صوت الأم في وقت الضيق يزيل التوتر والضغط عن الإنسان؟ وهذه خاصية مرتبطة بالأم فقط، وذلك يعود علمياً إلى العلاقة البيولوجية بين الجنين وأمه منذ الولادة، وذلك بالتعلق بالركائز الحسية والنفسية الأولى للإنسان. وهل تعلم بأن بعض الرجال الذين لا تنمو لهم اللحية بشكل بيولوجي فهؤلاء تزداد إمكانية أن يتمتعوا بسلوك أخلاقي أقل عدوانية وبسجل إجرامي منخفض ومعدل ذكاء أعلى من غيرهم؟ وهل تعلم بأن ظهور الشعر الأبيض وعلامات الشيب في وقت مبكر يدل على ارتفاع مستوى الإدراك والمسؤولية لدى الشخص، كما قد يكون علامة على الصحة الجيدة؟ فقد أثبتت الدراسات بأن من تظهر لديهم هذه العلامات هم أقل عرضة للإصابة بالسرطان. وأخيراً لمحبي السهر في الليل، هل تعلم أنه في الليل يكون هناك احتمال كبير أن تتحول إلى شخص شديد الصدق والصراحة والغرابة، بحيث أثبت علمياً بأنه بعد منتصف الليل تنشط في الدماغ مناطق محددة ترتبط بالصدق والتهور. ووصلنا لأولى مساحاتنا لليوم رح تكون ضمن عالم التجميل. يعني رشا دائماً كل سيدنا يعني تجميل يعني تختلف الوجوه والسيدات بتختلف معايير الجمال لهم، ولكن دائما البشرة الصافية الخالية من التجاعيد هي حلم كل صبية فينا. أكيد نرمين، ودائما نحن بنطمح لنحصل على هي البشرة بتقنيات عديدة، إن كان بموضوع التجميل أو كان بالعناية الخاصة بالبشرة. دائما الصبية بتحلم بهي خالية من التجاعيد، ولكن مع تقدم العمر هذا الشيء طبيعي إنه اليوم تبين هدول التجاعيد، ولكن بهذا الوقت ما ضل شيء ما له حل. خلونا نكون بأول فقرات لنعرف أكثر عن تقنيات العناية بالبشرة وعدم ظهور التجاعيد. ضيفنا لليوم هو الدكتور أحمد صالح، أخصائي بالأمراض الجلدية والتجميلية. يسعد صباحك حكيم، وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم صبايا وصباح مشاهدي الإخبارية الأفاضل. يسعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك. البوتوكس يمكن صار معروف لدى كتير شريحة من الأشخاص واستخداماته صارت واسعة، ولكن خلينا نرجع هيك نجدد التعريف فيه ونعرف المشاهدين أكثر شو هو البوتوكس. تماما. هلا بداية جواز سفر الأنثى بهالعالم هو جمالها، وشئنا أم أبينا نحن هلا بعصر الميديا والإعلام والكاميرا والصورة وتحديدا الصورة، للأسف اللي عم يتحكم بمعايير الجمال هلا هو الفلتر والتعديلات الكاميرا والسناب شات وهالقصص. صحيح. لحتى يكون هذا الشيء حقيقي بيجي دورنا هون نحن كأطباء جلدية وتجميل لنضوي على الشيء الحلو بوجه الصبية. عندها ديفو خفيف بنحاول نصلحه،
منعطيها النصائح البدائية مثلا كيفية التعامل مع البشرة، وصولا لعمليات الانجكشنز بالعيادة والليزرات بأنواعها، وانتهاءا بالتشارك مع أطباء جراحة تجميلية بشغلات جراحية مضطر الأمر. تمام. هلا البوتوكس كتعريف جوابا على سؤالك، هو مادة تستخلص من زيفانات بعض أنواع الجراثيم، إلى تأثير شال وعكوس على العضلات، بنستخدمها نحن لشل العضلات التعبيرية اللي بتطلع مع تقدم العمر. طبعا بس مشان لا نخوف العالم، يعني انه بيقولوا شلل عضلات وكذا، هو شلل مؤقت. وعكوس بيستمر فترة من 4 إلى 6 شهور، ومنعالج فيه او منصحح فيه التجاعيد التعبيرية اللي بتطلع بالرياكشنات، كتر الزور مثلا، العضلات زاوية العين، لأي حاجب على من حاجب، بوضعية الزور على طول مثل تماما، عضلات الجبهة بتبلش تطلع هي التجاعيد المزعجة اللي بتعطي عمر للمريضة. هلأ في ناس بتفتكر انه التجاعيد إلى عمر معين، يعني والله أنا طلعت فوق 40 أو طلعت فوق 50، هذا الحكي ما منه صح. التجاعيد هي مشكلة ممكن تطلع بأي وقت. بالإضافة أنه في شيء اسمه العمر الزمني وفي شيء اسمه العمر البيولوجي. العمر الزمني مثلا أنا عمري 50 سنة كسنوات، العمر البيولوجي أنه أنا شكلي قديه بيعطي. يعني هلأ بتجيكي مريضة على العيادة عمرها 50 سنة ما بتعطيها أكثر من 30، تجيكي مريضة عمرها 32 سنة بتحسي أنه حضراني 3 حروب عالمية مثلا، تجاعيد وترهلات بوشها. هذا الشيء يعني نحن بنبلش ندخل مادة البوتوكس بحقنا بنقاط معينة لتفرد هاي العضلات وتعطي منظر أكثر شبابا. طيب حكينا عن آلية عمل البوتوكس وحكينا عن تعريفه وشو هو بيتكون، خلينا نحكي عن آلية عمله ضمن الوجه. نحن كيف قادرين نوزع اليوم إبرة البوتوكس لنخفف أو نعطي حالة شلل مؤقت، وممكن بخارج الجسم نحن بنعرف كمان تحت القبط ممكن نعطي البوتوكس؟ تماما. هلا البوتوكس يعني استخدامات علاجيه، عشرات الاستخدامات العلاجيه. اول ما استخدموه لعلاج الرقرقه، شلل العصب الوجهي، بالتجميل بالجلديه والتجميل في اكثر من مجال. اولا علاج التجاعيد اللي مثل ما حكينا بتطلع مع تقدم العمر، لعلاج فرط التعرق اللي هو مشكله كثير مزعجه للمريض خاصه اجتماعيا، يعني صحيح. حتى احيانا ممكن تمنع المريض انه يطلع ويتحرك ويمارس حياته الطبيعيه، تكون محرجه له تماما، يعني بتشكل له احراج كثير كبير. البوتوكس سحر لهي القصه، بس بالاساس هو علاجه للتجاعيد اللي بتطلع بالرياكشنات بردات الفعل. في صبايا مثلا بيحكوا كثير بوجوههم، يعني بيعبروا كثير، بيزوروا كثير، بيبتسموا كثير تماما. حتى الابتسامه بتعمل مشكله الكثير كمان تماما. مع تقدم العمر كمان بيخف الكولاجين، انتاج الكولاجين والإيلاستين، كمان بتعطي كرنشه للجلد، او اذا وحده عامله دايت او شيء كمان بتبين هي التجاعيد. البوتوكس اذا انحقن بايد خبيره طبعا في مناطق معينه بينحقن فيها بتعمل ارخاء للعضلات، وبالتالي هي التجاعيد بتزول وبتعطي مثل ما حكينا منظر أكثر شبابا. فترة البوتوكس هي من 4 إلى 6 شهور، بتراجع بشكل نهائي. نحن بننصح بالحقن بأي عمر، يعني لما بيكون في استطباب للحقن بنحقن سواء بعمر 20 أو عمر 30 أو بأي عمر ممكن. متى ما هلا طبعا هذا موضوع شخصي كمان، يعني في ناس ما بتتضايق من التجاعيد، في ناس متى ما شافت خط بوجهها فورا لعند الدكتور التجميل. صحيح دكتور، ويمكن هي الحالة بتسبب نوع من الهوس، يعني كمان نحكي عن قديش ممكن احنا الفترة الزمنية المناسبة لإعادة الحقن بالبوتوكس رح نحكي فيها، ولكن قبل خلينا نحكي عن الأشخاص يلي بيقدروا يحقنوا البوتوكس مثل أي إجراء طبي أو تجميلي. في أشخاص بيقدروا يحقنوا البوتوكس وبتكون النتائج أحلى دائما وأسهل، يعني بتطلع فورا أو بتظهر بشكل جمالي أكثر من بعض الأشخاص، شو السبب برأيك؟ هلأ إذا حكينا كاستطبابات فهو الموضوع رغبة شخصية ما أكثر، يعني استطباب علاجي للبوتوكس كتجميل ما في، أما هو استطباب شخصي أنه أنا هي التجاعيد ما بحبها مثلا، وكمضاد استطباب ما في أي مضاد استطباب، مين ما كان بيقدر يحقن. تمام. طيب دكتور، دائما بس ذكرت نقطة نيرمي، بنشوف شخصين عملوا البوتوكس ولكن حدا نجح أكثر من حدا، يمكن عمق الحفر تبع التجاعيد إلى علاقة أو نوع المادة أو الطبيب، يعني أو نوع البشرة ممكن، أنواع البشرة يعني. هلا كل اللي حكيتيه من حضرتك وتفضلتي فيهم كلهم لهم علاقة. كواليتي البوتوكس شغلة كثير أساسية،
هي شغلة. الشغلة الثانية نقاط الحقن، يعني مستوى عمل البوتوكس هو مو على الجلد، هو على العضلات مثل ما حكينا، فلازم يكون الحقن ضمن العضلة وبأماكن محددة حتى ما يصير ديفويات بالوش مثل ما تفضلتي، حاجب بيطلع حاجب بينزل. والمهارة طبعا، مهارة الطبيب لها دور كبير، يعني في صبايا مثلا ما بيحبوا انه يطلع حاجبهم او يعطوا نظرة الشر، هي اللي في ناس بيحبوها، يعني الموضوع شخصي. فطبعا نوعية المادة بتبتل القصص ببعضها، معناتها حكينا نصل لنتيجة إيجابية اليوم. نوعية المادة، تخزين المادة كمان له دور كبير، هي بتعطي ردات فعل تحسسية أحيانا. نعم، هي شغلة كتير أساسية. تبريد المادة، يعني البوتوكس لا، هو عبارة عن فيالة فيها بودرة لازم تنحفظ بالثلج بحرارة تحت الصفر. إذا كان تخزينها سيء فحتعطي يا أما ما بتعطي إفكت، يا أما بتعطي ردة فعل تحسسية وقد تكون خطيرة الحقيقة. خلينا نحكي عن هي ردات الفعل. وقت سألتك من شوي دكتور، من الأشخاص اللي ما بيقدروا يستخدموا البوتوكس، بنشوف بعض السيدات بتعرضوا لحالة من الحساسية مرة واثنين بس هي بتروح. خلينا نحكي شو هي درجة الحساسية يلي ممكن تصير عند السيدة، وأنتم كأطباء تجميل بتقولوا لا أنت بتعدي على البوتوكس ما بيناسبك، أو يمكن يكون في إجراء مرافق بيساعد أن تأخذ البوتوكس وتتفادى عملية الحساسية. خلينا نحكي عن هالنقطة. تمام. هلا بأي عملية حقن سواء بوتوكس ولا غيره، الأفضل نعمل اختبار تحسس خفيف، نحقن نقطة تحت الجلد وننطر ربع ساعة أو ثلث ساعة. إذا صار في ردة فعل تحسسية ممكن أنه نلغي الإجراء. هون أنا حابب أحكي عن أنواع البوتوكس. البوتوكس الموجود بالبلد قسمين، قسم صنعي أو البروتينات تبعه اللي بتشبك بالعضلات هي صناعية، وقسم هيومن بشرية، هي نسبة التحسس عليها 0%. فللأسف هون 90% من اللي عم نحقن هي البروتينات الصناعية، وأنا بفضل هون ينعمل اختبار تحسس ولو نقطة تحت الجلد وبننطر ربع ساعة أو ثلث ساعة. بالإضافة لشغلات شخصية، يعني في ناس بتتحسس من أي شيء، هدول يعني ممكن بالاستجواب مع المريضة أنه أنت بتتحسسي من دواء، بتتحسسي من شيء، إذا ذكرت قصة تحسس سابق إيه ممكن الأفضل نعمل لها اختبار. طيب دكتور، خلينا نحكي بعد إجراء التجميل اللي بوكس كان على الوجه أو البطن، دائما في تحذيرات الدكتور بخص المريض أنه بهذا اليوم في أكثر من تعليمات لازم نتبعها كرمال تنجح عملية البوتوكس. شو هنون أهم التعليمات المفروض يتقيد فيها المريض بيوم الحقن؟ نحن لما بنحقن المريضة من يعني من إلا في ثلاث ممنوعات لازم تبعدي عنه: وضعية السجود، الرياضة العنيفة للجيم مثلا أو شيء، والتعرض لمنبع حراري أو شيء. يعني طبعا هي التعليمات لمدة 4 أو 5 أو 6 ساعة. نحن من إلا المريضة 24 ساعة، يعني بس زيادة أمان. البوتوكس ببلش تأثيره ممكن خلال 24 أو 48 ساعة، بعض الأنواع ممكن ما يبلش لبعد 5 أيام. الفول إفكت بالبوتوكس هو باليوم 10 ل 14. من إلا للمريضة رجعي، أحيانا بتكون في عضلة أقوى من عضلة ممكن نضطر لرتوش، بس الرتوش ما بتصير قبل اليوم 14. يعني بتقلك المريضة بعد أسبوع والله لسه في حركة، لسه الزورة ما راحت، زاوية العين لسه في عضلة ما راحت، هذا يعني من إلا طولي بالك لليوم 14. يعني البوتوكس كل يوم أفضل من اللي قبله، فول إفكت تبعه هو باليوم 14، ممكن وقتها ساعة نعمل رتوش للمريضة. مو بس الصبايا دكتور، وحضرتك بتعرف صايرين بيحبوا موضوع البوتوكس، ايضا الشباب يعني عم يلجأوا لموضوع البوتوكس. خلينا نحكي عن بلشت تتنمروا على الشباب هلا؟ لا يعني عم شوفهم جنبنا احيانا عم يسبقونا دكتور، يعني انت بتعرف من خلال المرضى اللي عم يجوا لعندك. مجتمع انثوي مو بيكون يعني مجتمع انثوي ظالم للرجال. يعني قد ايش شايف اليوم في اقبال اليوم من الشباب على موضوع البوتوكس، وهل بيختلف الاجراءات او الحقن او مده الحقن بالنسبه يعني بين الرجال والنساء بشكل عام؟ هلا لأقول لك شغلة نكون صريحين، يعني في إقبال ملفت للنظر من الشباب أو حتى الرجال. أي شرائح تقريبا عمرية تقريبا؟ خلينا نقول يعني مثل ما حكيت أنا بالأول، نحن هلا بعصر ميديا، فأي حدا عنده فعالية سواء كان طبيب أو تاجر أو عنده أي فعالية اقتصادية بده يظهر أو يسوق حاله عن طريق الميديا، فبيحرص إنه يطلع بمنظر أضبط يعني شبابي أكثر. بالإضافة إذا حابب الواحد مثلا يسافر أو يقدم سي في أو شيء، أو يعني يحكي كاميرا مع مكان ما بده يشتغل فيه، فبيحرص كمان أنه يكون منظره أضبط. إيه لا، في إقبال كتير كويس يعني، أو أنا مع يعني مع الجمال، ضد الله يعني جميل يعني. هلأ كتكنيك حقن نفس الشيء، لكن ممكن نضطر نزيد الكمية لأنه عضلات الرجل دائما أقوى يعني.
وفي نقاط معينه كمان من مشان الحاجب ما يطلع او يعطي هي النظره الشريره كمان من 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 زيد الجرعه عندها شوي، اما كتكنيك نفسه. طيب دكتور بالوقت المتبقي خلينا نروح لشيء ثاني، ابره البروفايلر اللي هلا كثير كمان صارت موضه ولكن ما كثير لسه الناس بتعرف عنها معلومات، خلينا نشرح شو هي الابره. هلا السكين بوسترز بشكل عام او ابر النضاره هي ابر تحتوي على ماده الهيالورونيك اسيد بتراكيز مختلفه. الرويال تبع هالسكين بوسترز او ملك السكين بوسترز بالعالم كله هو ابره البروفايلو او ابره المشاهير مثل ما بيحبوا يسموها. هي برودكت ايطالي كثير رائع بيحتوي على ماده الهيالورونيك اسيد بتركيز عالي وفائق النقاوه. معدل الحقن بسرنج 2 ميلي بتنحقن بخمس نقط بكل خد، خمس نقط محددة تشريحيا اللي هي أسفل زاوية العين الوحشية ب 2 سنتي، بعيدا عن الأنف أو جنب الأنف 1 سنتي، جنب الأذن 1 سنتي، منتصف الجو لاين، تحت زاوية الفم ب 1 سنتي باتجاه التشين. خمس نقط بكل وجه بكل خد جهة. عفوا بكل خد. هي نقاط محددة تشريحياً وإجت بعد دراسة، يعني شركة إبسل إيطالية مع FDA أبروفت بها القصة، CE أبروفت بها القصة. هالنقاط هي اللي عم نحقنها نحن بتعطي انتشار سريع لمادة الهيالورونيك أسيد. طبعاً هنا عاملين ميكس ما بين الأوزان الجزيئية العالية والمنخفضة، هذا الشيء أو هالميكس هاد بيشتغل على أكثر من ليفل بالبشرة. شو بتعمل هي الإبرة؟ بتعمل ترطيب مستمر للبشره، ترطيب ونضاره مستمره بتشعر فيها المريضه. بتعطي شد للوجه، السوفت لاينز اللي بالخدود كلها بتروح. بالمجمل بتعطي كونتورينج كثير حلو للوش، يعني بروفيل الوحده بيرجع 7 سنين لورا. كيف كان شكلها من 7 سنين بروفايلها بيرجع نفس الشيء. طب قديش بدها مده زمنيه لتظهر هاي النتائج؟ عم تحكي عن نتائج كثير حلوه بتصور السيدات. لا يعني البروفايلو بتجيكي مريضه بتحقن بروفايلو مثلا هي حاقنه بوتوكس فيلر ميزو بي ار بي الى اخره، بتقول لك البروفايلو غير، يعني شيء ثاني تماما. في تجمعها يعني مع البوتوكس اذا بدنا نقول يعني ما بيأثروا. هذا شيء وهذا شيء. البوتوكس مثل ما حكينا للتجاعيد التعبيريه، ابره البروفايلو هي للنضاره، ريجافينيشن للبشره، ترطيب عالي للبشره. هلا انا عامل خلينا نقول داتا لمرضاي لمرضى البروفايلو وباخذ منهم دائما فيدباكات انه شو نتائج شو شعرتوا ب لحتى يكون كلامنا دقيق وواقعي. يعني الحقيقه 90% من المرضى، طب بين قوسين بس، ابره البروفايلو هي بتتاخذ ابره اليوم مثلا وابره ثانيه بعد شهر، هيك الشركه المصنعه بتحكي. فمن خلال الفيدباكس تبع المرضى 90% من المرضى بيقولوا من اول ابره اخذوا نتيجه كثير حلوه. طبعا النتيجه على مستويين، شيء بتشعر فيه المريضه وشيء انت بتلاحظيه. اللمعه، النضاره، الاشراقه الحلوه عند الصبيه انت بتلاحظيها، اما الاهم هو الشعور اللي بتشعر فيه المريضه، ما يعني ما شعرته من قبل. انه ترطيب عالي، بتحس بشرتها مثل القطن، يعني انه انا حقنت كثير بس مثل هيك ما لقيت. قديش بضل المده الزمنيه اليوم؟ قديش يعني هي الاثار الحلوه بتستمر السيده بتتمتع فيها ببشرتها؟ إذا عملت الكورس نظامي اللي هو إبري هلأ أو إبري بعد شهر بتروح مع مينيموم سنة. الأفضل كل سنة تجددها مرة، أما أول مرة إبرتين. طيب بس تخلص السنة يعني فجأة الواحد بفيق بلاقي حاله نور كبر 7 سنين؟ لا أطلاقا لا، يعني هذا الموضوع سواء البروفايلو ولا البوتوكس ده أثاره أكيد طبعا، يعني أثر تراكمي. هلأ مثل حقن البوتوكس عودا على بدء، في فكرة مغلوطة انه والله انا حقنت ايه اوكي اول مرة ثاني مرة، طب لما ما قررت ما احقن بيرجع الجلد بيتجعد مثل الاول او اكثر؟ العكس تماما هو اللي بيصير، هو علاجي بالنهاية حكيم. يعني تماما مع تكرار الحقن كل ما العضلة بترتاح اكثر وبالتالي التجاعيد بتخف اكثر وبالتالي ممكن تتباعد فترات الحقن، ممكن نحقن كل 9 شهور مثلا او خلينا سنة. نحكي دكتور حابين ناخذ معلومات اكثر كرمال الوقت، هي اليوم حقنها فقط في الوجه، احنا ما بنقدر نستخدمه باماكن ثانية؟ لا هلا هون بالبلد منطقتين عم نحكم فيها البروفايلو، الوجه والرقبة. الشركة المصنعة هلا نزلت بروفايلو البضي لك بس بالبلد هون منه موجود، بس نظريا أنا برأيي ما بيمنع أبدا أي منطقة يعني. بس هون عندنا بالبلد الوجه والرقبة.
تمام، واهم شيء النتائج يعني احنا صحيح يعني عم نحكي رجع نتائج كثير حلوه. دائما هيك الصبايا، في بعض الصبايا وهلا عم نشوف شوي موجه، بلشنا نحب نبتعد عن المكياج، وخصوصا لما نطلع بالاطلاله النهاريه نكون للاطلاله الاقل طبيعيه. ايه عم ترجع هي الاطلاله يعني بعيده عن المكياج والعمليات. طيب خلينا نحكي دكتور، نحن حكينا على البوتوكس، هي عم تشد منطقه الجبهه البروفايلو هون، بضل تحت العين في هيك خطوط ناعمه، احد الاجراءين ممكن يساعد بتخفيف هي الخطوط الناعمه اللي عم تطلع تحت العين؟ ايه المشاركه بين الاجراءين بتعطي نتيجه حلوه، بس هون بس ملاحظه هيك للصبايا وما نوهت انا عنها بالتعليمات مع بعض الحقن. هلا احيانا بيكون في تجاعيد مثل ما تفضلتي تحت العين، فبنضطر نفوت باتجاه الوحشي بحقن البوتوكس، نحقن كميه قليله بس بننبه المريضه انه ما تفرك مكان الحقن، لانه ممكن اذا حتى ولو لا اراديا فركت تنزل لقطه بتشل هي العضله، عضله الوجنه، فبيجقر الوش بتغيب تفاصيلها، انه بتطلعي انه هي عم تبكي ولا عم تضحك ولا شو قصتها هي المريضه يعني. فلما منشارك البوتوكس بدقة، وإذا كان في تجاعيد تحت العين واضحة، إيه ممكن بالمشاركة البوتوكس مع حقن البروفايلو، بس أنا بالمجمل ما يعني بيوم واحد ما بيصيروا يعني. مع البوتوكس ما بحب أعمل شيء، بنعمل بوتوكس بننطر 48 ساعة لبين ما تشبك مع العضلات، بعدين نعمل اللي بدنا إياه. بس هي المشاركة نبهتيني عليها، برافو عليكي والله، خلينا نطبقها عنا بالعيادة. وبعتقد أنا يعني كحكي نظري حتكون نتائجها كتير رائعة. دائما دكتور نحن منروح انه الدكتور اللي عم يشتغلنا يكون اختصاصه، للاسف شفنا بالفتره الاخيره صار في اي حدا يعمل كورس كيف يعمل الحقن، وصرنا نشوف نتائج سلبيه. اليوم ابره البروفايل وهيك حبينا نشرح عنها اكثر. حكيت نقطه منيحه انه 7 سنين لورا بس ما نرجع لايام المدرسه. شكرا دكتور لكل المعلومات اللي قدمتها، وقلنا وقفات ثانيه بصباحات ثانيه. الدكتور احمد الصالح اهلا وسهلا فيك، يسعد صباحكم صبايا، والحقيقه يعني وجوهكم النيره والمشرقه تشجع دائما. لا بدكم طبعا، يسعد صباحكم. اهلا وسهلا فيك دكتور، نورتنا. شكرا. اما هلا رشا صار الوقت لنروح لغرفه الاخبار للاطلاع على اخر المستجدات على الساحه المحليه العربيه والعالميه مع زميلتنا بشرى. يسعد صباحك. صباح الخير نرمين ورشا، موجز لاهم الانباء بعد الفاصل. السلام عليكم. استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفر قاسم بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48. وكالة معا الفلسطينية ذكرت أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على الشاب نعيم بدير، ما أدى إلى استشهاده، فيما قالت عائلة الشهيد أن قوات الاحتلال قتلت نعيم بدير بدم بارد ثم قامت باقتحام منزله وتدميره أمام الأطفال. أعلن وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب أن خلايا التجسس التي تعمل لمصلحة الموساد والتي ألقي عليها أو ألقي القبض عليها كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية واغتيالات. خطيب أضاف أن أحد الموجهين لهذه الخلايا الإرهابية موجود في إحدى الدول الأوروبية، مضيفا أن الأعداء شنوا حربا إعلامية عالمية ضد إيران خلال الأحداث الأخيرة في البلاد. أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن الجيش الروسي أحرز تقدما في ملف نزع السلاح من نظام كييف. بيسكوف قال ردا على سؤال ما إذا كان قد تم تحقيق هدف من أهداف العملية العسكرية الخاصة، قال يمكن القول إن هناك تقدما كبيرا على طريق نزع سلاح أوكرانيا والحد من إمكانياتها العسكرية، مشيرا إلى عدم وجود اتصالات مع واشنطن بشأن عقد لقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن. أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أنه يتعين على واشنطن التعامل بشكل مناسب مع مخاوف بكين. وخلال محادثات هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال وانغ يي يتعين على الولايات المتحدة أن تأخذ مخاوف الصين المشروعة على محمل الجد، وأن تتوقف عن محاولة كبح تنمية الصين.
مشددا على أن بلاده ستواصل الدفاع بحزم عن سيادتها ومصالحها التنموية. ختام الموجز، عودة إلى نرمين ورشا لمتابعة صباحنا غير. شكرا لك بشرى ومتابعين أكيد بباقي فقرات صباحنا غير. أكيد نرمين حنكفي، ولكن حنروح هلا لفقرة تربوية نفسية. كثير بنشوف بحياتنا أشخاص بنقول بالعامية إنه ما في يعتمد على حاله، غير قادر ياخذ قرار بحياته، دائما في شخص بحياته هو مأمن له كل شيء، هو اللي بياخذ أحيانا عليه عنه قرارات، هو بيحل له مشاكله. هدول أشخاص اعتماديين كثير بحياتهم، وأكيد هذا الشيء له آثار سلبية فيما بعد. صحيح، آثاره السلبية مو بس على الشخص الاعتمادي، أيضا على المحيط فيه. قديش هذا الشخص لأي فترة زمنية أصلا لازم يضل هو، يعني في فترة زمنية بتلاقينا نحن بحاجة نعتمد على الآخرين أو بمساعدة الآخرين، بس أي فترة زمنية إذا طالت هي مدة الاعتماد على الآخرين بتصير خطرة مثل ما بيقولوا. هاي التفاصيل أكيد رح نحكيها اليوم مع الاختصاصية النفسية شذا عبد اللطيف، ماجستير بحماية الأسرة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك. صباح الخير. صباح أهلا وسهلا فيكي. عم نحكي عن نقطة كتير حساسة، إن كان على الشخص نفسه وإن كان على المحيط، لأنه الآثار حتكون مشتركة فيما بعد. ولكن بداية خلينا نحكي كمفهوم الشخص الاعتيادي أو الحالة الاعتيادية شو هي؟ تمام. بداية لما بنحكي عن الأشخاص اللي هنن موجودين بمراحل حياتنا وبالأشخاص اللي هنن موجودين بكافة الأصعدة عن صعيد حياتنا المهنية أو حتى على الشخصية، منلاقي في كتير أنماط وسمات. هاي الأنماط هي بتختلف من شخص لآخر وبتميزه. فلما بدنا نحكي عن مجموعة من السمات لما هي بتتشكل وبتتكامل، هون بينطلق عنا مفهوم الشخصية الاعتمادية. لما بدنا نخصص بحديثنا عن الشخصية الاعتمادية، فيني أحكي على هي فيني سميها من اضطرابات الشخصية القلقة، اللي هي بتحس بحالة من القلق، حالة من الخوف، نتيجة أنه هي معتمدة على الأشخاص الآخرين بإشباع حاجاتها. مفهوم اضطراب الشخصية الاعتمادية، أو خلينا نقول dependent personality disorder، هذا المفهوم هو شائع كتير. كان في عدة دراسات عملت عن هذا الموضوع، كانت نسبة انتشاره فينا نقول تقريبا 0.6، يعني أقل من 1%. وهي التفاصيل هي كانت شائعة عند الإناث أكثر من الذكور. خلينا نحكي اليوم عن طبيعة المجتمعات قديش بتأثر اليوم على تكوين هاي الشخصية الاعتمادية. يعني نحن متعرف عليها هيك، بنقول إنه بالغرب المراهق بيصير بيعتمد على حاله أكثر من أكيد. من مجتمعاتنا، بيطلع بيشتغل بوقت بكير، حتى بيعتمد على حاله بأمور مثلا ترتيب المنزل أو إلى آخره. خلينا نحكي اليوم طبيعة المجتمعات قديش بتأثر اليوم على خلق هاي الشخصية الاعتمادية، خلينا كمان نعمل مقارنة بين الذكور والإناث. تمام. هلا نحن في عنا بكل مجتمع له تكوينته وله عاداته وتقاليده وثقافته المختلفه. هذا الشيء بيندرج تحت عده تنشئه اسريه، ممكن تكون انت عم تتعلمي بالنمذجه من اشخاص ثانيين. دائما الاشخاص بادوارهم الاجتماعيه، مثلا ان نحن بنلاقي هون عندنا بالبلد في عندك الادوار الاجتماعيه هي اكثر متاخده، مثلا شغل البيت او التفاصيل اللي هي القيام بالحاجات الاساسيه هي عند الاناث. ولكن بالمجتمعات الغربية أنت بتلاقي أنه الذكور والإناث عم بيقوموا بنفس الأدوار الاجتماعية. الأدوار الاجتماعية هي اللي بتخلق التنشئة الاجتماعية، التنشئة الأسرية، كيف هذا الشخص تربى. ممكن في كتير أشخاص هن معتمدين على أنه الماما حتعملنا مثلا الساندويش على المدرسة، الماما حتساعدنا بحل الواجبات المنزلية نحن عنا إياها. أشخاص تانيين بتلاقي بمجتمعات تانية لا، هن متعودين على الاعتماد على النفس، على كيف هن يخلقوا هاي التفاصيل يلي قدرانه انه هي تساعدهم بحياتهم اليوميه، قدرانين يطلعوا مثلا يعملوا كل الشغلات اللي هن بدهم اياها بطريقه ما يعتمدوا على اعتماد كامل على الاهل بالمطلق. طيب قبل ما نروح للاسباب ونوسع فيها بشكل اكثر ونحكي ايضا عن المنشا اللي هو العامل الاساسي اللي عم بيكون، خلينا نحن شو نعرف اذا هدول الاشخاص بحياتنا اكيد في شيء بدل على انه هذا الشخص شخص اعتمادي على غيره. شو هن الاعراض اللي ممكن نحن نشوفها على الشخص او تظهر عليه؟
تمام. لما بنحكي عن الشخصية الاعتمادية فأنا بدي أحكي عن حاجة شاملة، لأنه هذا الشخص يكون بحاجة الأشخاص التانيين يعتنوا فيه ويعطوه الاهتمام والقبول والرعاية. في عنا الدليل التشخيصي الخامس DSM-5 ذكر أنه في عنا عدة أعراض، هي الأعراض هي اللي بتخلينا نعرف أنه هذا الشخص في عنده اضطراب شخصية اعتمادية. هذا الشخص ببداية حياته هو بيكون غير قادر على اتخاذ القرارات اللي هي بتكون بمجالات حياته أو على كافة الأصعدة يلي هو عنده إياها، إلا إذا كان في عنده حالة من الإطمئنان والنصح يلي هي بتكون والتأكيد من الأشخاص يلي هنن حوله. كمان في عنا هذا الشخص هو بيكون غير قادر على أنه يتحمل مسؤولية قراراته، بتلاقي أنه هو بده أشخاص ثانيين يشيلوا معه كتف من المسؤولية ويعرفوا بالضبط هذا الشخص شو التفاصيل اللي هو حابب أنه يعملها، ولكن ما تطلع منه القصة، تطلع من الأشخاص الثانيين. بتلاقيه دائما ما عنده القدرة أنه هو يبدأ بمشاريع جديدة بده إياها، لأنه هو مو من باب أنه قلة الدافع أو عدم الرغبة أو عدم النشاط، ولكن من باب أنه هو ما بيقدر يكون عنده ثقة بالمحاكمة عنده أو بقدراته أو بإنجازاته. كمان بنلاقي هذا الشخص هو ما عنده القدرة على أنه هو يعبر عن مخالفته بالرأي للأشخاص التانيين، لأنه بيعتبر أنه مجرد ما كان عنده خلاف بالرأي مع هدول الأشخاص فهو ما بيقدر أنه يتعامل معهم بطريقة صح، ما بيقدر حتى أنه هو يعني بتخف حاجته للقبول، من القبول الاجتماعي للأشخاص اللي هنا حوله. طبعا كمان فينا نلاقي أنه هو لما بنلاقي الملفات العاطفية اللي هو عنده إياها بيطلع من علاقة بيحاول فوراً أنه هو يدخل بعلاقة تانية، لأنه هو بيكون غير مشبع عاطفياً وهو بيكون مركز صلب اهتمامه على الأشخاص الآخرين لحتى هنن يمدوه بإشباع حاجاته، من كانت الحاجات الأمن، الأمان، الرعاية، الاحتواء. تماماً، هو الاعتماد بشكل كامل على الأشخاص الآخرين لحتى هو تحسي أنه خلص أنا هلأ قدران أستمر بحياتي. فبالـ DSM-5 اختاروا أنه نحن يكون في عنا 5 أعراض من اللي أنا ذكرتهم لحتى نحن نقول أنه هذا الشخص في عنده اضطراب شخصية اعتمادية. طبعاً ما بننسى دور في عنا العوامل الأساسية لحتى نحن نعمل دراسة حالة كاملة لهذا الشخص لحتى نقدر نشخص بشكل دقيق عن ماهية الاضطراب اللي هو عم يمرق فيه. طيب خلينا نحكي اليوم في درجات اليوم للشخص الاعتمادي، يعني بعلم النفس او الاجتماع في درجات له، خلينا نحكي كمحيط اليوم كيف ممكن نتعامل مع هذا الشخص الاعتمادي لنخفف شوي من هاي الحاله او حتى نوصل فيه لمرحله العلاج. تمام. بالأشخاص اللي هنن في عندهم نوع من الاعتمادية ممكن تلاقيها في عندك اعتمادية بسيطة، اعتمادية شديدة، حسب كيف هذا الشخص فينا نقول متعود أنه هو يمارس حياته وشو هي نوع إشباع الحاجات اللي هو عنده إياه تجاه الأشخاص اللي هنن محيطين فيه. نرجع للممكن الأسباب اللي هي خلته أنه هو يوصل لدرجة من الاعتمادية. ذكرنا أول شيء أنه في عنا التنشئة الأسرية، كيف هو بيكون متربى من هو وصغير. ممكن الأهل لهم دور طبعا كثير كبير، لأنه هذا الشيء هو مكتسب من البيئة المحيطة فيه، إن كانت من المدرسة، إن كانت من الأسرة، إن كانت من المجتمع المحيطين فيه، حتى الأصدقاء لهم دور جدا كبير بهذا الموضوع. ممكن الأهل لما بيمنعوا الاستقلال النفسي للطفل أو كيف هو الاستقلال الاجتماعي اللي هو عنده إياه، ممكن في كتير أهالي أنه الحماية الزائدة اللي هو بيعرضون للأطفال لهذا الموضوع ممكن تكون الباب خوف يعني بالبداية. أكيد الحماية الزائدة أنه أنا بخاف عليك، خلص خليك مكانك، أنا بجيب لك الأغراض لعندك، بدي أطلع لعند رفيقتي، لا ما في تطلع مثلا، خلي هي تيجي لعندك. كتير في تفاصيل أو كلمات نحن بنستخدمها بالحالة الطبيعية بس ما بنعرف شو ماهيتها لبعدين، كيف ممكن هي تشكل عنا هذا الفارق. ممكن كثير السبب الأهم يلي هو موجود هو لما ممكن الطفل بده لفت النظر أو جذب الانتباه للأشخاص اللي هنن حوله، بيحاول أنه هو مثل تصير عنا هي العادة كأنه هي نكوص، مثل لما بيولد طفل جديد بالأسرة بتلاقي الطفل الثاني بلش أنه أنا انزاح عني الاهتمام كلياته، نزلت عن الرف تماما، صار في حدا عم ياخذ هي الأولوية، فأنا ما بتمنى هذا الشيء، فبيرجع لأنه هو يطلع هي العادات لحتى هو يجذب الانتباه الأهل أنه أنا بعدني موجود واهتموا فيني ورعوني. طيب خلينا شوي شذا، أنا
نعرف منك اليوم، هل الوراثة لها علاقة بهي القصة؟ بيقولوا إنه مثلا أبوه كان هيك يعتمد بحياته على ديتي، مثلا خاله عمه، الوراثة لها علاقة بهي القصة؟ هلا خلينا ندخل بالجينات يعني هي القصة. تماما، خلينا ما نقول وراثة. هلا نحن لما بدنا نشخص أي اضطراب نفسي فممكن يكون في عنا أسباب وراثية، أسباب بيئية، وحتى العامل النفسي اللي هي فينا نسميها التفاصيل اللي هي كامدة، اللي هي جواتنا، يلي هي بتنشأ عند أي موقف صادم تقدر إنه هي يعني تتطور لحتى هي توصل لمرحلة الاضطراب النفسي. ولكن هون بالشخصية الاعتمادية هي أبدا الوراثة ما بتلعب دور. الشيء اللي بقدر يعني أنا أسمي لك يا موازي لهذا الشيء، كيف أنت ذكرتي أنه الأب عم بيشوف الطفل، مثلا عم بيشوف الأب كيف كان يعتمد على التيتة، هو هذا بتعلم بالنمذجة. كيف هذا الطفل شايف أنه أهله كيف عم يتعاملوا مع بعض، شايف أنه مثلا الأب بيكون قاعد كل الوقت والأم هي اللي عم بتجيب كل مثلا التفاصيل على البيت، الأب معتمد اعتماد كلي على الأم، بصير هو تلقائيا تماما بصير في عنا هذا النمذجة، نوع من التقليد، بيقدر أنه هو مثلا يشوف الجيران كيف عم يتعاملوا مع بعض، فبتخلق عنا نوع من التقليد. ممكن هو ما بيعرف شو ماهية هذا الشيء اللي هو عم بيصير معه، يعني انه انا بس لمجرد اني انا عم اتصرف هذا التصرف او هذا السلوك، بس انا ما بعرف انا ليش عم بعمله، بس هو عم يشبع لي حاجات معينه فانا بستمر فيه. وبصير بعدين عنا سلوك تعويدي، انه انا خلص حاستخدم هذا السلوك كنمط حياه اقدر اني انا امشي فيه لكل حياتي. طيب قبل ما نختم مع حضرتك خلينا نقدم مجموعه من النصائح اليوم وتكون موجهه اول شيء للامهات، لانه هن لما نحكي عن الاسره هي التنشئه بتكون من هون كلام أكيد. الشخص او الطفل الاعتمادي رح ينشا من هاي الاسره، وايضا للشركاء الازواج بتوقع كمان بيعانوا أكيد من حالة الاعتمادية عند أحدهم. أكيد خلينا نقدم نصائح للطرفين. بالنسبة للأسرة أو بالنسبة للأشخاص مقدمي الرعاية، فدائما نحن بنحاول إنه ننشر ثقافة التوعية من أساليب التنشئة الصحيحة، كيف نحن نعطي هدول الأطفال نوع من الاستقلالية، نعلمهم عليها من الصغر، نقدر إنه نحن نعرفهم الحدود اللي هن عندهم إياها بحياتهم، نحاول إنه نوعيهم بكيفية التعامل مع الأشخاص التانيين، كيف لكل شخص عنده قدرات وعنده إنجازات معينة وقادر أنه هو يتصرف بالطريقة يلي هي بتريحه واللي هي بتناسبه. نقدر نعرف بالضبط الطفل لما هو بيكون بالمدرسة شو السلوكيات يلي هي عم تطلع منه، قدر أنه يكون في عنا مراقبة من الأم، ونقدر أنه نشبك حتى مع المدرسة لنعرف بالضبط مع المعلمة مع المرشد النفسي يلي هو بيكون بالمدرسة هل السلوكيات هي نفسها ذاتها يلي بتكون موجودة بالبيت ولا لا، في سلوكيات متغيرة. فنحاول دائما ننتبه على هدول التفاصيل وننتبه على التنشئة الأسرية اللي هي بتلعب دور كتير كبير، ونحاول إذا منلاقي هدول الأشخاص الاعتمادين هنا الموجودين بحياتنا نقدر إنه نحنا نتجاهل ممكن نوع من الطلبات أو الطلبات تبعهم تماماً اللي أو هي موجودة، إنه هن تلقائياً يعني يقوموا يسووا الشيء بالدنيا، أو أنا بشوف شو هي نقاط القوة عندهم وبحاول إني أنا أعززها بطريقة معينة وحاول إني أنا أسلط الضوء على الإنجازات اللي هي موجودة عندهم لأقدر حسسهم بإنه أنا أرفع تقديرهم لذاتهم وإني أنا أرجع لهم الثقة وأعزز لهم الثقة بنفسهم، لأن هن بمرحلة معينة بيكونوا خلص فاقدين الثقة بالنفس وتقدير الذات عندهم جدا منخفض. فحاول انا اشتغل على هدول النقاط لحتى انا اتخلص من قصه الشخصيه الاعتماديه اللي هي بتكون عند الشخص. دائما العمل بيكون بعمر صغير يعني كرمال يكبر على هذه التصرفات الايجابيه بالمجتمع. نتشكر وجودك لليوم لكل المعلومات اللي قدمتيها. انا بتشكركم، يسعد صباحكم. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. هلا. اما هلا نرمين رجعوني على حلب. لازم على حلب. رجعوني على حلب. هلا انا بكل سفرتي ما تعلمت غير كلمه خيط يعني ما بعرف الضابطه اصلا معي. خلونا اليوم نشوف الحركه العمرانيه والاصلاحيه بحلب. شهدنا بالسنوات الماضيه والاشهر الماضيه حركه عمرانيه لكثير من منازل الحلب في حلب، وكان في منازل كانت تستخدم كمطاعم ومقاهي ايضا تعرضت للإرهاب وتم إعادة أعمارها، ولكن ظلت محافظة على القيمة التاريخية وخلينا نقول التاريخ، خلينا نقول الأثري اللي كان الأثارات اللي كانت موجودة ضمن هاي المطاعم. حنشوف تفاصيل أكثر ضمن التقرير التالي. توصي شي من حلب؟ أجيب لك حلب معي. حلب ست الكل خاي ما بتروح لعند حدا، نحن كلياتنا بنروح لعندها. تمتلك مدينة حلب إرثا تاريخيا كبيرا،
ولعل منازلها الأثرية تحكي قصص هذا الإرث. المدينة شهدت إعادة ترميم وتأهيل عدد كبير من منازلها التاريخية القديمة في إطار إعادة الحياة من جديد لواحدة من أقدم المدن المسجلة على لائحة التراث العالمي، والتي تضم عددا كبيرا من المنازل الأثرية الهامة، وكانت تعتبر مقصدا للسياح السوريين والأجانب قبل الحرب على سوريا. نحن هلا مثل ما شايفين في عنا احد الابنيه السكنيه طبعا الذي تم عمليات الترميم له. الابنيه السكنيه بحلب كمان تعود لعده فترات، حلب عمرها 10,000 سنه قبل الميلاد. طبعا الشيء الموجود والمحسوس حاليا هو عباره عن الفتره الاسلاميه، الفتره الايوبيه، الفتره المملوكيه، موجود كثير عندنا بيوت. طبعا حلب تميزت للاسف او نكبت عده مرات بالزلازل، فهذا ادى الى اعمال ترميم متلاحقه. هذا بنشوفه باغلب البيوت. نحن هلا بعد هذا الزلزال للاسف الارهابي الذي حدث، تتم الان اعمال اعاده البنيه التحتيه للمناطق السكنيه، تم اعاده البنيه التحتيه بالاضافه الى اعمال ترميميه. هذه الاعمال الترميميه للمنازل السكنيه تمت ضمن المواصفه الاساسيه المتبعه الموجوده لليونسكو، لانه مدينه حلب مدينه من التراث العالمي والتاريخي، بالاضافه الى كونها هذه البيوت عبارة عن جزء من النسيج التاريخي لمدينة حلب. البيوت اللي تم ترميمها، في عنا بيوت كانت تملك مثل متحف التقاليد الشعبية، تم البدء بعمل ترميمه بإشراف مديرية الآثار والمتاحف. في عنا بيوت أهلية يعني أملاك خاصة، قام أصحابها بعمليات ترميم مثل الأسواق الأثرية، والآن يوجد كثير من البيوت يتم إعادة ترميمها، وإن شاء الله في القريب العاجل سينتهي منها. عدد كبير من مالكي تلك المنازل وبالتنسيق مع الجهات المعنية قاموا بتأهيل منازلهم التي كان بعضها يستخدم كفنادق ومقاهي سابقا، وقد تم التأهيل ضمن الأسس المعتمدة والمقاييس المعتمدة بالحفاظ على القيمة التاريخية والأثرية للطابع الأثري فيها بعد تعرضها للتخريب بسبب الأعمال الإرهابية بهدف إعادتها إلى علقها السابق. الترميم بحد ذاته شيق للي بيهوى العمارة، للي بيهوى الأقواس، للي بيهوى الفن. العمارة بالحجارة هو عبارة عن متعة. أنا كنت العام، وطبعاً أنه التخريب الممنهج اللي تعرضت له مدينة حلب القديمة كان المقصود منه تشويه تاريخها المديني. فبالبيوت أيضا كل بيت مميز، وكل بيت غني بعناصره الجميلة، كلياته كان مدمر. وأحد الأمثلة هو بيتي الثاني اللي بنسميه دار القناديل، كان أجمل العناصر في الليوان الموجود بالطابق العلوي، وثلاث غرف تحت وثلاث غرف فوق. قبل ما يطلعوا بعشرة أيام فخخوه وفجروه ونزلوه. لا. طبعا أنا ما وقفت مكتوف الأيدي حبي وعشقي للمدينة القديمة وللبيوت الجميلة هيدي، فقررت وصممت والحمد لله أعدت الإعمار وأعدت ترميم هالبيت هذا، ورجعت وقفته كما كان وأجمل. رجعت للحين. البيوت هي إلى ميزات معمارية كتير مهمة لازم حافظنا عليها، ولازم كل واحد بده يرمم يعيد الحياة لبيته القديم ينتبه لها الأمور هيدي، اللي هي الليوان مثل ما نكون شايفين هون على يساري، هي البحرة اللي عم نسمع صوت المي فيها، والأشجار الخضار لازم يكون فيها البيوت هاي، من الياسميني للليموني للكبادي، هالعناصر هاي اللي هي تعطي الحياة زيادة. يعني إعادة إحياء هذه الدور الأثرية رغم ما تعرضت له حلب جراء الإرهاب والاعتداءات التي طالت الحجر والبشر هو دليل على تعلق أهلها بحجارتها ومعالمها، لتكون شاهدا على قوة الإرادة والتصميم التي يتمتع بها أهالي حلب. مصطفى كوسى، الإخبارية السورية، حلب الشهباء. Well,
قبل ما نوصل لمساحتنا الأخيرة خلينا نروح ونتعرف على أحوال الطقس خلال الأيام القادمة، خصوصا مع بدء فصل الشتاء رسميا. لهيك معنا عبر الاتصال الهاتفي المتنبئ الجوي حسان جردي. يسعد صباحك أستاذ. صباح الخير. يسعد صباحك يا هلا. صباح الخير أستاذ، أهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحك يا هلا. من خلال تواجدك معنا اليوم عبر الاتصال خلينا نعرف أكثر كيف حتكون حال الطقس بالأيام المقبلة. هيك حيكون في أمطار منخفضات؟ عم نشعر اليوم ببرد كثير قوي اليوم، هي بلشت المربعينية بس ما بعرف إذا تقديريا صح، يعني من يومين بداية إليك الأخبارية السورية. فصل الشتاء بلش بتاريخ 21 من شهر، أول أيام فصل الشتاء كان هو 22 شهر، وبداية مربعينية الشتاء. فصل الشتاء اللي بيتقسم إلى قسمين، مربعينية الشتاء وخمسينية الشتاء. مربعانية بتبلش ب 21 الشهر وتخلص تقريبا ب 30 او 31 كان اول، وهي القسم الاشد بروده من فصل الشتاء والاكثر انخفاض درجات حراره وتاثر بالمنخفضات الجويه. هلا بشكل عام نحن ضمن الايام الاولى الشتاء، امبارح كان في بطولات مصريه كانت بسرغايه 4 ملم ب 3 ملم بمحافظه حماه تقريبا 1 ملم. الهطولات كانت محصورة بالقلمون وأجزاء من المنطقة الوسطى. الطقس بشكل عام عم يتأثر بامتداد ضعيف لمنخفض جو سطحي عم يترافق مع تيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا. الجو بشكل عام بين الصحو والغائم يتحول خلال ساعات المساء فوق المنطقة الساحلية إلى غائم، لتصبح الفرصة بإذن الله مهيئة لهطل زخات من المطر فوق هذه المناطق. نحن رح نتأثر بحالة من عدم استقرار من متوسطة إلى ضعيفة الشتاء، تؤدي إلى هطولات مطرية بتبلش من اليوم المساء بالساحل السوري، وخلال ساعات الليل والصباح الباكر بتمتد بإذن الله إلى أغلب المناطق. الهطولات بتكون غزيرة ببعض الأحيان، اليوم الحرارات بتضل حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة، وخلال ساعات الليل بأغلب المناطق بتكون الأجواء باردة بشكل عام. بنحذر من حدوث صقيع فوق المرتفعات الجبلية وتشكل ضباب الكثيف خلال ساعات الليل والصباح الباكر باغلب المناطق الداخليه. الهطولات بكره بتكون باغلب المناطق، بتصل بالغزاره ببعض الاحيان، بتميل درجه الحراره للانخفاض احيانا لتصبح حول معدلاتها او ادنى بقليل من هذه الفتره من السنه. الاجواء بتضل مستمره معنا حتى تقريبا نهار الاثنين الظهر، بعدين بتبلش الاجواء تستقر. نهار الاثنين للثلاثاء بتكون اجواء مستقره بشكل عام. حرارات بتميل للارتفاع وتكون حول المعدل، بعدين ترجع نهاية الأسبوع الأجواء بتتأثر بخفض ضعيف من هذا المنخفض إلى متوسط من الساحل والشمال، بيؤدي إلى هطولات في نهار الخميس بتكون بأغلب المناطق بإذن الله تعالى، بس بتبلش نهار الأربعاء مساء بأغلب المناطق الشمالية والساحلية، والرياح عم تكون غربية لجنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج، ودرجة حرارة مياه البحر 19 درجة مئوية. أما درجات الحرارة المتوقعة بدءا من العاصمة دمشق اليوم 14.5، القنيطرة 12.6، القلمون المرتفعات الجبلية 8.4، درعا 15.6، سويداء 11.6، المنطقة الوسطى حمص وحماة 15.8، منطقة الجزيرة محافظة الحسكية 19.5، ساحل السوري اللاذقية وطرطوس 19.12، الشمال حلب وإدلب 14.5، دير الثور الرقة المنطقة الشرقية 16.8، وأخيرا بالبادية السورية مدينة سدمة 15. نعم أستاذة حسن، خلينا هيك نرجع نأكد معلومة عن المنخفضات الجوية المتوقعة من هون لنهاية السنة. هلأ أعياد الميلاد ورأس السنة، وكثير أشخاص يعني بيحبوا يسافروا على المحافظات السورية، فخلينا نحكي وبهالأجواء الشتوية إيمت ممكن، هل متوقع يكون في منخفضات شديدة، ممكن نشهد هطولات ثلجية من هون لنهاية السنة أو بعد؟ هلا بالنسبه من هون لنهايه السنه ما فيها المنخفضات الشديده اللي حكينا عنها، حكينا عن حالتين عدم استقرار عم يكونوا من متوسطين الى ضعيفين الشده، بتكون متوسط الشده بالساحل السوري وبالمناطق الشماليه والشماليه الغربيه. اول حاله بنتاثر فيها هي اليوم، بتبلش اليوم بالمساء، بتقص نهار الاثنين الظهر، بعدين بتستقر الاجواء نهار من الاثنين الظهر لنهار الثلاثاء، الاربعاء بتبلش الاجواء تتحول من غائمه جزئيا الى غائمه بدءا من المناطق الساحليه خلال ساعات المساء وبعض الظهر، بتكون حالة عدم الاستقرار الثانية اللي بدنا نتأثر فيها، تؤدي لها طولات مطرية، وحرارة بتكون حول المعدل أو أدنى بقليل بأغلب المناطق والمدن السورية، وبالخلال ساعات الليل عم تكون الأجواء باردة، تستمر حالة عدم الاستقرار الثانية أيام الأربعاء والخميس.
بعدين ترجع الاجواء بتستقر باذن الله تعالى ايام الجمعه والسبت باذن الله تعالى. يعني ما فيها الحالات المميزه اللي بدها تكون بدنا نشهدها من هون لنهايه العام. حالات عدم استقرار عم تكون متوسطه على ضعيفه بتؤدي الى هطولات مطريه بشكل عام وانخفاض ضعيف على درجات الحراره. نعم أستاذ حسان الجردي المتنبي أجوبة، بدنا نشكرك على كل المعلومات اللي قدمتها حضرتك، وبنتمنى أكيد الصحة والسلامة للجميع. شكرا لإلك. نحن أكيد أهلا وسهلا بحضرتك. نحن أكيد مكملين مشاهدينا بباقي فقرات صباحنا غير لليوم، وصلنا لفقرتنا النهائية. نحن هلأ عم نشهد مرحلة التحضير للامتحانات. هاي المرحلة بتكون صعبة مو بس على الطفل، خلينا نقول على الأهل والطالب. يمكن الأهل عم ياخدوا الجزء الأكبر، يعني في أهالي بتليك أنا اللي عم بدرس عنهم، يعني بالنهاية أنا اللي عم نظم الوقت، أنا اللي عم بكون قاعدة. يمكن هاي الفترة تكون كتير متعبة بالنسبة للطرفين. صحيح رشا، وكثير بنسمع هلا كلمه الفشل الدراسي او بنعت شخص انه انت فاشل دراسيا. قديش هي الكلمه قاسيه اليوم، او قديش فينا صح، يعني قديش ما انه صح اصلا بتوقع انه نحن نطلقها، وقديش هي عامه. يمكن الواحد بفترات معينه يقصر، ودراسته احيانا بتكون هي مفتاح للنجاح. في كثير حالات صارت بحياتهم من فشلهم بنوا شيء ناجح كثير بحياتهم. صحيح رشا، وكمان مثل ما ذكرتي نحن باجواء امتحانات، واليوم الشغل الشاغل للاهل هي الامتحانات لاولادهم بمختلف المستويات. خلينا اكثر نحكي عن عوامل النجاح والتحصيل العلمي والفشل الدراسي واسبابه، كيف ممكن نحن نتجنبه. كل هاي التفاصيل رح نحكيها لليوم مع الاختصاصيه التربويه رائده بعكري. يسعد صباحك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. إن شاء الله صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا بحضرتك. نجاح يا رب. آمين يا رب. اليوم خلينا هيك بداية نعرف أكثر شو هو النجاح الدراسي. هل هو أنه أنا روح قارن بعلامات ابني مع طفل تاني؟ هل أنه لازم يكون علاماته كتير قوي لحتى أقول أنا ابني ناجح دراسيا؟ هلأ قبل ما نبلش خلينا نعرف شو يعني نجاح. وقت نعرف شو يعني نجاح وشو هي مفاتيح النجاح، لأنه بالحياة فرق بين اثنين اليوم. طبعا، لأنه النجاح بالحياة بالنهاية هو قرار. فالنجاح هو أنك أنت توصلي لهدف، لرغبة، لطموح، لحلم، خطوتي خطوات وأساليب ساعدتك لحتى توصلي لهذا النجاح، سواء على الصعيد النجاح المدرسي أو النجاح بالحياة أو أي شيء. فالنجاح هو يعتمد على مفاتيح وأركان، بقدر ما أنت بتكوني حاطة أساسات ومفاتيح صحيحة بحياتك وليس بالمجال الدراسي حصراً، اللي هي الرغبة والشغف والإيمان والخطوات أنا بقولها هي معادلة ذهبية. هي المعادلة الذهبية اللي أنت من خلالها بأي جانب من كان بالحياة اشتغلتي عليها رح توصل للنجاح. أما النجاح الدراسي هو الناتج النهائي أو الحصيلة خلينا نقول، اللي من خلالها أنت وصلتي إلى النجاح اللي أنت بتبتغيه بالمادة الدراسية، بنجاح، بامتحانات، نتيجة الامتحانات، التقييمات أدت إلى هذا النجاح الدراسي. طبعاً النجاح الدراسي له عوامل، مو إجا النجاح الدراسي، لأنه نحن بنعرف 1% إلهام وتفكير وخيال، و99% هو جهد وتعب وتضحية ومثابرة. فالنجاح ما بيجي هيك، النجاح بده مفاتيح، بده أركان، بده خطوات، بده عوامل. فهالنجاح هذا الدراسي له عوامل. طبعا هي العوامل اللي ادت الى النجاح كثيره، ممكن تكون على الصعيد الاسري، يمكن تكون على الصعيد الشخصي، يمكن تكون على صعيد المدرسه. فهالنجاح هذا ما اجى من لا شيء، اجى نتيجه عوامل. طيب خلينا نحكي عن العوامل، كونه ذكرتيها كثير حضرتك بالحديث، خلينا نحكي مفصلا شو هي العوامل ممكن انها تساعدني على تحقيق النجاح. طبعا هالعوامل هي خلينا نقول بتعود للشخص نفسه، هو عنده دافع، عنده حافز، عنده رغبة. بجوز تكون على الصعيد الأسري، الأسرة مأميت لهم النجاح، مأميت لهم الاهتمام، العناية، المتابعة، البيئة الدراسية الصحيحة. ممكن تكون على الصعيد المدرسي، طبعاً المدرسة لها دور كتير كبير بعد الأسرة في طبعاً عملية شريكة بالنهاية. طبعاً هي الشريك الأساسية. بجوز طريقة التدريس صح، المعلم صح، بيأثر سلبا وإيجابا مثل ما نعرف، بيؤدي إلى التحصيل يكون جيد بالنهاية. بيكون البيئة المدرسية في تعاون مع الأهل، مع المدرسة، مع الإدارة، في تواصل دائم ومتفاعل. بجوز المواد الدراسية اللي عم ناخدها هي مادة متسلسلة، منظمة، مرتبة، وسائل اللي عم بيستخدموها عم بتساعد على الفهم، ما فيها ملل، ما فيها تعب. صح. كل هذا بيؤدي إلى لأنه يكون الطالب في تفوق دراسي، حتى مو بس أنه هو ناجح. بالإضافة إلى الخطوات اللي حضرتك، غير العوامل في عنا خطوات. مو الخط... طيب خلينا نروح للخطوات والتقنيات اليوم نحن مفروض نشتغل عليها لنأسس لنجاحنا أو نجاح أولادنا بالدراسة.
طبعا النجاح هو هم كل حدا بالحياة وبالأخص الأهل وقت يبلش الامتحان قبل الامتحان، يعني إنه نجح وفشل وكذا. الخطوات مثل ما بالحياة في عنا خطوات وعنا أساسيات تأسيس. الخطوات الأولى أنا بقولها التنظيم، التنظيم ثم التنظيم. التنظيم هو إدارة حياتك، وقتك، برنامجك، خطتك الدراسية، من نوم، من أكل، من شرب، هاي أهم خطوة. اثنين، عدم التسويف والتراكمات، يعني أنا رحت على المدرسة لازم مباشرة أنا أرجع على البيت، ما سوف، ما أجل، دائما يكون عندي متابعة، عندي استمرارية، ما خلي هاي التراكمات الموجودة. والأهم من هذا كله أني أنا أعمل بيئة دراسية خاصة فيني أنا بوجهها للطلاب، بتكون بعيدة عن المشتتات، بعيدة عن الضوضاء، يكون مكان مريح، مكان مناسب، مكان أنا أقدر، لأني عم بقعد ساعات أنا عم بدرس، وإذا ما كنت أنا مهيئة نفسي لأني أنا أدرس بمكان بعيد عن التشتت وبعيد عن، ما رح أقدر حصل. ثم التركيز، التركيز كتير مهم، التركيز مع المدرس أثناء الدراسة، التركيز أثناء الدراسة. أحلى ما أقعد أدرس 10 ساعات بلا تركيز، لا، ركز بالمعلومة اللي أنا عم باخدها وكررها، كل ما كررت كل ما حفظت، مو أنا كمان أحفظ أو كرر من دون فهم، لا، أفهم، كرر، أحفظ. يمكن الكتابة على الحفظ على الورقة، هذه من خطوات النجاح، أني أنا بقدر. هي التقنيات فيما بعد نحن بنعطيها للطالب كيف هو يثبت المعلومة، تلخيصات، تعليم، خرائط ذهنية، هي تقنيات لتكوني أنت ناجحة بالدراسة والتركيز الدراسي. طيب خلينا نحكي اليوم عن الفشل الدراسي، أيمت ممكن أنا أوصف شخص بهذا الوصف أنه هو فاشل دراسيا وكيف ممكن نعرفه؟ أول شيء الله يبعد الفشل، أنا ما بحب هالكلمة أبدا. خليني أقول خيبة تكون أمل، باب نجاح يعني. خليني أقول خيبة أمل، خليني أقول تجربة، خليني أقول فرصة، خليني أقول تجربة، خليني أقول تأخر دراسي. لأنه نحن وقت ما نقول كلمة فشل وكأنه أثبتنا في شيء اسمه فشل. الفشل أو صفة ملازمة طول الحياة يعني، لا، الفشل أو النجاح، عفوا، النجاح أو الفشل هو قرار، أنت قررتي، أنت ما بدك تدرسي، أنت بتتحملي المسؤولية. طبعا مثل ما عندي عوامل للنجاح وعوامل للفشل كثيرة، ما فينا نقول دائما الفشل بحد ذاته يعتمد على الطالب حصرا، لا، هنالك عوامل كثيرة أدت إلى هذا الفشل. ممكن تكون داخلية، هي ما عنده حافز داخلي، يمكن تكون عقلية أو جسدية أو مرضية أدت إلى أنه هو يكون فاشل. يمكن الفوضى وعدم التركيز أثناء الحصة الدراسية والفوضى اللي بيعملها وعدم الانتباه أدت إلى الفشل. يمكن تكون أسباب خارجية منها الأسرية، مشكلات العائلات، الصراعات، اقتصادية، الوضع الراهن، يعني بيروح يشتغل لحتى يساعد أهله. يمكن تكون اجتماعية، عم يرافق أسوأ أصحاب السوء اللي بيلهوا عن الدراسة، وهي كتيرة. يمكن التواصل الاجتماعي اللي هلق إني كل نهار حاملين هالموبايل، الدراسة والموبايل بياخد كل وقت. يمكن تكون أسباب، خليني أقول نفسية، هو ما عنده حافز، هو دائما شايف حاله هو فاشل، هو كل هاي أسباب. يمكن تكون بالمدرسة بحد ذاتها عدم التكامل مع الإدارة، المنهاج صعب مو متسلسل، يمكن الوسائل اللي عم يستخدمها المعلم خاطئة، منه مؤهل تربويا، يمكن البيئة المدرسية فيها فوضى، فيها عدم تنظيم، يمكن يكون المنهج مو مرتب مو متسلسل، ما عم يراعي الفروق كل هاي أسباب تؤدي إلى الفشل. طيب هاي الأسباب اليوم بحاجة إنه نحنا أو شيء نعرف السبب الرئيسي، ودائما يمكن الأسباب النفسية هي الأهم يعني. طبعا يعني حتى لو كانت الظروف اليوم مهيئة للنجاح، إذا العامل النفسي غير مهيئ فأكيد رح تكون الفرصة مثل ما سميتيها أو التجربة أو خلينا نقول بين قوسين الفشل هون مشكلة. يعني اليوم نحنا كيف قادرين نوصف حالة الطالب ونعرف مشكلته لنقدر مثلا خلينا نقول نعالجها؟ نعالج طبعا، كتير صعب على اي حدا بالحياه، صعب كلمه انه هو يحس حاله فاشل، بصير عنده اعراض اكتئاب وذم ولوم ونقص، وليش هو نجح وانا ما نجحت، وليش هذا احسن. اول شيء التقبل من الاهل ومن الطالب، ونفهمه انه هذا الشيء طبيعي انه يصير نحن نفشل، والاهل علينا التحلي بالصبر والحكمه لمعالجه هذا الموضوع. لازم نعرف المشكله، مجرد عرفنا المشكله هي جزء من الحل. من أسباب الفشل أنك أنت ما عم تعرفي وين المشكلة. وقت أنا بعرف المشكلة وبعرف أسبابها وشو هي وشو اللي أدى إلى الفشل، بقدر حط العلاج.
إذن معرفة المشكلة هي أسباب نقاط ضعفه، نقاط قوته، ليش هو فشل بتحقيق رغبة معينة، خلينا نقول، أو فشل بمادة معينة، ما رح نقول بكل المواد. خليه يواجه المشكلة، نواجه غلطه، يواجه، نغير أفكاره، نزرع صورة ذهنية جديدة بدل هاي الأفكار اللي هو إنه هو فاشل، إنه هو ما رح يطلع معه، إنه رفقاته أحسن منه. نحاول نعمل بيئة داعمة نفسية بالتعاون مع المدرسة ومع المدرس ومع الأسرة. الأسرة هون إلى كتير دور كبير، كتير إلى. أولاً أنا ابني فشل، ما بيجي كل شوي أنا بقول له أنت واحد فاشل، أنت كذا، أنت كذا، كثير على فكرة هاي النقطة. أنت أخوك ليك اسمع كتير ليك ابن جيران نجح، وأنت أنت مهيئت لك كل شيء وأنت فاشل. دفع دم قلبي عليك، ما المشكلة تماماً، المشكلة غير الشخص نفسه، أنت ما توجهي للشخص نفسه، أنت هون عم بتحطيه بحالة نفسية صعبة جداً، ما عاد يقدر يواجه لا نفسه ولا محيطه ولا مجتمعه ولا مدرسته، أصلاً ما عاد يفهم شو هو الفشل والنجاح. بدوري أنا أعمل مدرسين ومعلمين مؤهلين تربوياً إضافة لمعرفة المشكلة حتى يعزز ثقته بنفسه لها الشخص أو له الطالب اللي هو فشل أي جانب من الحياة غير المجال، أني أنا أدعمه وأعيد أخلق له صورة ذهنية صحيحة وخلي يؤمن من جديد بأنه للإنسان قدرات يمكن مو شايفينها وموجودة فيها، نعزز قدراته ونطلعه من هالصورة هالفشل أو هالأحباط أو هالتراجع الدراسي. طيب خلينا نقدم هيك نصائح أخيرة اليوم لكل الطلاب، كونه نحن مثل ما ذكرنا بمرحلة تحضير الامتحانات، كيف ممكن هنون ينظموا أوقاتهم، كيف ممكن يستفيدوا منها ليتحضروا لفترة الامتحانات؟ تماماً، كتير أنا بتشكرك على هذا السؤال، وأنا من خلال تجربتي وتقييماتي لطلابي كلهم بيقولوا لي أنسة نحن عم نقرأ وبننسى، أنسة ما بس يجي الامتحان ما عاد نعرف. أنا اليوم بدي أعطيهم بعض الإرشادات. تفضلي. واحد، أول شيء يا طالبي الغالي، إن شاء الله كل عام وأنت بخير، وإن شاء الله تكون سنة خير عليكم. أمين. ما تماطل، أخذت المعلومة مباشرة روح ادرسها، عيدها أول مرة، ثاني مرة، وثالث مرة، لأنه المخ بده التكرار حتى يحفظ بالذاكرة البعيدة المدى. العناية والاهتمام هو أهم شيء بالعملية الدراسية، وخلق بيئة مريحة لنفسك، بعد عن الانزعاجات، بعد عن التواصل الاجتماعي، بعد عن رفقاتك، حط خطة متكاملة، حط هدف، اكتب هدفك على ورقة هيك، حطه قدامك، لأنه وقت بيكون عندي هدف رح أسعى وثابر وما أستسلم لأي فشل كان بالحياة. صحيح. حاول اتعاون، أنا قسم المادة الصعبة، ماذا كثير طلاب أنسى مادة صعبة، والله جزأ يا ابني، هدية، اتبع مهارات تساعدك على عملية الدراسة بشكل سهل، اللي هي موجودة حاليا، الخرائط الذهنية، التخيل، الصور، اربط على معلومتك بشغلات انت بتحبها، انت اعمل هاي البيئة اللي هي خاصة فيك، تختلف من شخص لآخر، انت بتعرف وين انت ضعيف، وما تفكر اذا فشلت اول مرة الفشل هو نهائي، منه نهائي الفشل، انك ما تعيد مرة تانية، هو الفشل البناء. انا بقول ما في شيء بالحياة الا ما يكون له فرصة جديدة. طيب بسؤال أخير لحضرتك، اليوم نحن منشوف كتير شخصيات بالمجتمع، يعني اليوم نحن ما فينا نقول لأنه فشل دراسياً هو فشل بالحياة، عم نشوف شخصيات مجتمعية ناجحة جداً بعملها اقتصادياً اجتماعياً، ولكن هو فاشل دراسياً. أول شيء نظرة المجتمع دائماً يعني بتحسسك أنه لأنه ما معه شهادات هو فاشل، ولكن هو مجال ناجح. اليوم نحن يعني في تقريب بالقصة اليوم، يعني هل نحن اليوم لازم نحط المعيار النجاح الدراسي هو نجاح الحياة؟ أكيد لا، أنا حكيت من بداية كلامي قلت لك النجاح ما بالضرورة يكون النجاح صحيح. الدراسي أبداً النجاح. في نظرة اليوم للمجتمع هلق نحن عم نحكي على المجال الدراسي، نحن المجال الدراسي عم نهيئ هذا الطالب للمستقبل، لأنه هو مصير، فأنت وقت بتهيئي طالب صحيح ومصير صحيح ودراسي ونجاح رح يأثر على البيئة اللي موجودة، رح يأثر على الأسرة، رح يأثر على المجتمع، فأنت هون عم تصنعي مستقبل فيما بعد أساس. فيك تنمي هواياته ومهاراته وتغذيها بالإيمان فيها والسعي إلى استمر ابدأ فيق، فالطريق قدامك، حتى لو أنت منك ناجح بالدراسة هذا جانب من جوانب الحياة، عندك جوانب كتيرة بتقدر تقوم عليها وتقدر
تشتغل عليها، لأنه نحن وجدنا بالحياة حتى يكون عندنا هدف، عندنا رسالة، عندنا تأثير. وقت أنا بسعى لهدفي شو ما كان، رغبة، طموح، موهبة، وقت أنا بسعى لهذا الهدف أكيد هذا اسمه نجاح. هذا النجاح صحيح. النجاح والسعادة هي شيء نشوة ما بتقدري توصفيها. صح. ما في أحلى من كلمة النجاح. أكيد تمنياتنا لكل طلابنا ولكل الناس اليوم بالنجاح بكل مجالات حياتهم. نشكرك وشكرا لكل المعلومات اللي قدمتيها. تسلمي لي إن شاء الله. أيامها تكون كلها نجاح. شكرا لكم. شكرا كثير لك. يمكن بموضوع الفشل الدراسي دائما الأهل بيربطوا عملية النجاح بالعلامة التامة أو يعني شبه التامة، لكن هذا الشيء يمكن الطفل ممكن أو الطالب بفترة معينة يصير فيه تقصير، ولكن هو اجتاز المرحلة. من القساوة بحس أن الواحد دائما ينعطى شخص بالفشل الدراسي. بدنا نشكرك كثير لوجودك معنا. شكرا لكم. شكرا لكم كلكم رضوك. شكرا. أما نحن نرمين خلص وقت صباحنا لليوم. إن شاء الله يا رب كانت فقراتنا على ذوقكم. بدنا أتمنى لكم بقيت نهار حلو لكم، يحمل معه كل شيء بتحبوه. قولوا يا رب وآمنوا دائما أنه بكرة رح يحمل شيء جديد بحياتنا. سنة خير على الجميع، وأكيد كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة الأعياد. واليوم هيك سهرة جميلة تقضوها بمناسبة عيد الميلاد. كونوا بخير. باي باي. شكرا كثير لك رشا، واكيد انا كمان بدي اتمنى لكل الناس ميلاد مجيد، وان شاء الله يا رب الايام الجايه تحمل كل الخير والفرج وراحه البال لكل السوريين، ودائما يكونوا السوريين وين ما كانوا بالف الف خير. تبقوا بالف خير. باي باي.